السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم راح نحضر معكم وصفة جديدة، وصفة لتحلية اقتصادية تجيب بزاف برينا كما راكم تشوفوا. هذا هما المقادير اللي نحتاجهم في هذه الوصفة. خلينا نمر دوكا لطريقة تحضيره. ما هي المقادير بالتفاصيل؟ نحتاج لهنا إطرة تاع حليب، كاس تاع بودرة شونتيي عندي لهنا. بالنسبة للكاطو مهم يكون الذوق تاع الفانيلا، مو شرط يكون بيستا هذا ولا اللي نعتولكم. وايضا زوج علب نتاع فلون، انا لهنا استعملت ذوق الليمون، انتوما استعملوا الذوق اللي بغيتوه، كراميل فاني اللي تحبوه، ولكن من الاحسن ديروا تاع الليمون ورجعوا لي بالخبر ذوقوا ما شاء الله، لانه جربت شحال من مرة هذه الوصفات الوصفة هذه وجربتها بالنكهات الاخرين ما عجبونيش، ولكن تاع الليمون عجبتني بالبزاف. بالنسبة للكاطو ثاني كما قلت لكم مهم يكون الذوق تاعو تاع الفانيليا، مش شرط انه يكون هذا الكاطو ولا حاجة اخرى. لهنا كما راكم تشوفوا بالنسبة لمرحلة التحضير نديروا إطرة تاع حليب، نضيف فيها زوج اكياس تاع الفلون نواره. واللي هنا نسيت حاجه، لازم ندير زوج ملاعق انت سكر، ممكن ديروا ملعقه ممكن زوج ممكن ديروا ثلاثه للناس اللي تحب السكر اكثر واكثر، ولكن من الاحسن ديروا ملعقه او اثنين. لهنا بالنسبه للكاطو لهنا درت خطأ انا في الوصفه تاعي، من بعد راح يبان لكم. لهنا ديروا نصف العلبه نتاع الكاطو وفقط، انا لهنا درت علبه كامله، الخليط تاعي جا خاثر بزاف وهو لازم يجي يعني متماسك نوعا ما. فقط انا هنا كملت الباكي كامل تاع الكاطو، ولكن غلطت غلطة كبيرة، ديروا غير نص العلبة، ولكن كلتا الحالتين صحيحة وكلتا الحالتين تجي بنينة بالبزاف. اللي هنا كما راكم تشوفوا نحط الخليط تاعي على النار، السكر والفلون والكاطو والحليب، ونخلطهم كيما نطيب فلون عادي، ومن بعد نكمل معكم. اذا لهنا بعد ما طابت لي الكاطو تاعي مع الحليب، واش راح ندير؟ نجيب هذا البراميكسور ونبدا لهنا نميكسي. انا لهنا الكاطو تاعي شوفوا جاني شويه خاثر، انتم حاولوا ديروا غير نص علبه نتاع كاطو في اطره الحليب، ولكن معليش ما يهمش، نميكسيوه مليح. لهنا دوكا كيما راكم تشوفوا تحصلت على هذا القوام الكريمي، دوكا راح نخليه يدفى، ومن بعد واش راح ندير؟ نحطه في الثلاجه حتى يبرد. بعد ما يبرد ان شاء الله نكمل معكم الوصفه كيفاش راح نضيف غبره الشونتيي. لهنا بعد ما مرت مده من الزمن كما راكم تشوفوا الخليط تاعي راه حكم، يعني حكم روحو. دوكا واش راح ندير؟ راح نحاول نبدل الريسيبيون ومن بعد نكمل معكم الوصفه تاع نهار اليوم. لهنا بعد ما بدلت الريسيبيون لهنا الخطأ اللي قلت لكم عليه، انه الخليط تاعي هذاك جا كثيف بزاف. لهنا كما نقولوا حنايا كنت سيد الموقف، اني نقضت الوصفه هذه واش درت في الاصل، اني كنت راح ندير غير كاس تاع بودره الشونتيي على الخليط، ولكن بما انه الخليط تاعي جاني كثيف بزاف زدت كاس تاع حليب. لازم نضيف كاس تاع حليب يكون بارد باش الخليط تاعي نتحصل على القوام اللي كنت باغيه في البدايه، لانه لهنا انا غلطت كما قلت لكم، باش ندير علبه نص علبه نتاع كاطو درت علبه كامله، والخليط تاعي جاني كثيف بزاف، وهو في الاصل لازم نديرو غير نصف علبه، ومن بعد نخليو هذاك الخليط يبرد، ومن بعد في الاخير نضيف له هذاك الكاس تاع بودره الشونتيي فقط، ما نضيفش الحليب. ولكن باش ننقذ هذه الوصفه زدت فيها الحليب عادي. انا المهم راني نعدت لكم شو الخطا، انتم حبيتوا تتبعوا الوصفه تاعي او تبعوا الوصفه الاصليه اللي تكلمت لكم عليها بالكلام فقط. اذا دوكا كما راكم تشوفوا كي زدت لها شويه الحليب راهي تنحل هذاك الثقل تاعها. دوكا واش راح ندير؟ نجيب بوشادوي ونجيب لكم فاش راح نقدم هذه الوصفه. لهنا كما راكم تشوفوا واش نجيب؟ نجيب بوشادوي بهذا الشكل، سمحوا لي برك، راح نديرها هنايا بهذا الشكل، ونبدا شوفوا القوام تاعها كيفاش راهو كريمي. كما قلت لكم انا الخطا اللي درتو اني درت باكي في اطره نتاع حليب، نتوما ديروا نص باكي في اطره تاع حليب مع الفلون وتحطوها في الثلاجه راح تبرد،
كي تبرد من بعدها نضيفوا لها غير كاس تاع غبره الشونتيي، واذا شتوها يعني بغيتوها تكون خفيفه ممكن انه تضيفوا الحليب بالتدريج، ولكن الوصفه الاصليه انكم ما تضيفوش الحليب، يعني غير بودره الشونتيي. والذوق تاع الفلون قارص هو الذوق المليح وهو الاحسن من الاذواق الاخرى، يعني انا جربت الاذواق الاخرى في الكراميل في الفاني ما عجبونيش، ولكن هذا هو اللي عجبني بالبزاف جربته معاكم. هذه هي دوكا واش راح ندير، نحي الريسيبيون تاعي منا بهذا الشكل، طريقه سهله. لهنا واش نجيب، عندي لهنا هذا الكؤوس اللي راح نقدم فيه الوصفه تاعي نتاع نهار اليوم او التحليه، ونبدا بسم الله. حاولوا تمشيو على الاطراف بهذا الشكل، ونكمل بنفس الطريقة حتى بهذا الشكل. نزيد معاكم كأس ثاني بهذا الشكل، ونطلع حتى نوصل، يعني ما نطلعهاش للفم نتاع الكأس تاعي بهذا الشكل. بهذه الطريقة نكمل كامل الكؤوس تاعي، ومن بعد نعطي لكم التزيين الأخير للتحلية تاعنا. الذوق تاعها راهو بزاف بزاف مليح، يعني جربوه وراح ترجعوا لي بالخبر وحدكم. لهنا كما راكم تشوفوا التحلية تاعنا راني درتها في هذا الكؤوس هذا تاع التقديم، يعني كتزيين بسيط. لهنا عندي هذا الحلوة هذه تاع الأوريو هذه أو ماكسون، راح نديرها بهذا الشكل في كل وحدة في الوسط، نحط لها كتزيين بسيط وفقط، ونزيد لها عندي شوية لهنا كما كنت تشوفوا رابيت شوية شيكولا، ندير لها شوية شيكولا من الفوق هذا ما كان. ولهنا راح يكون واحد تمازج بين ذوق الليمون مع الشيكولا، يعني ذوق ما شاء الله. نتمنى تجربوها وعلى بالي بلي راح تعجبكم. حتى الطريقة هذه أنا اللي استعملتها، يعني تحصلت على نفس الذوق، ولكن الوصفة الأصلية راني قلتها لكم بالكلام. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى عليا الا نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. سلام.